متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد مع الشيخ الرائد، الشيخ رائد صلاح، الذي تحدث لنا في الحلقة السابقة عن مواطن الأسر والعزل وأقبية التحقيق، عن التهم الجاهزة واللغة العربية ومضامين الاتهام، عن الملاحقة، عن تفاصيل التغييب وما أراده الاحتلال، عن الزنزانة والروح والدعاء والآية والصورة وكيف تنسج مع الحلم، عن القلب والمشاعر والأحاسيس. توقفنا عند النابلسي رواية من داخل عزل الاحتلال. نعود شيخ رائد صلاح، كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة عند النابلسي والتخاطر والحديث بين قسين اللي كانوا يسموها في العزل اللي هي فواصل. يلا يا شباب على الفاصل. شو قصته هذا محمود النابلسي؟ الله يفرج كربه. آمين. هو مؤبد تقريبا، مضى عليه 20 عام وأكثر من سنة في العزل. هو كان في غرفة 7 في قسم العزل، أنا كنت في غرفة 8، والحفاوي اللي تحدثت عنه كان في غرفة 6. نعم، حفظهم بالرقم شيخ. طبيعي. نعم. نعم طبيعي صحيح. فدائما كنا نطلب منه طبعا الحفاوي انه اما يأذن او ينشد لنا النشيدة اللي تحدثنا عنها في سياق الأجوبة الماضية. ففي احد المرات كتبت قصيدة بعنوان أختاه، تصورت فيها يعني هذا العالم اللي يربطني مع أختي، ليس أخت واحدة طبعا، مجموعة أخوات، أخواتي من أمي وأبي. فكتبت هذه القصيدة أختاه و قرأتها عليهم طبعا عبر النوافذ، فقال لي اسمح لي بدي أخذها، خلينا نكتب. نكتب. قلت له أنا يشرفني ذلك. اكتب يعني يا حفاوي. الحمد لله. اكتب يا حفاوي يا نابلسي. يا نابلسي. نعم. فالنابلسي كتبها وقال لي هاي القصيدة أعجبتني، أنا هاي بإذن الله بدي أجتهد أنه تبقى هدية في يوم من الأيام لأختي. كل أختي قامت في دور الوالدة الله يرحمها، توفت، وهي هاي الأخت هي اللي أشرفت على رعايته، والحمد لله يعني كان لها بذل وعطاء في حياته. فقلت له أنا الحمد لله يعني أنا أكبر فيك هذا الوفاء، الوفاء لا يأتي إلا من أهل الوفاء، أنا أكبر فيك ذلك، والله يحفظك ويرضى عليك يا نابلسي. نعم، هو الآن تركت خلفي، ولكن قال لي جملة لا يقولها إلا الرجال حقيقة، يعني لما عرف أنه أنا سأخرج من السجن بعد أيام معدودات، وقف من بعيد على عند باب غرفة العزل تبعتي في غرفة رقم 1 فيها شكمة، بكل والله إني فرحان لخروجك من السجن كما لو إني أنا اللي سأخرج من السجن. الله الله، هاي في عالم السجون هاي عملة نادرة وثميني ثميني 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 جدا. ف يعني هذا أيضا مشهد آخر من اللي لا زال يعني محفورا في مشاعري، لا أنسى بحمد الله رب العالمين. الحقيقة يعني جدا جدا كنت أفرح عندما أجد أسير يدعو لي، وكنت أتعمد أقول له الله يرضى عليك ادعو لي، لكل أسير ادعو لي الله يرضى عليك، أنا محتاج إلى دعائكم أكثر من حاجتي إلى الهواء والغذاء، ادعو لي، أنا فقير إلى الله تعالى، ولكن أنا أيضاً فقير إلى دعائكم، ادعوا لي يا جماعة. فكان هو يدعو، كان يدعو. شاب آخر من مخيم بلاطة أيضاً، الله يفرج كربه،
أيضا كان في العزل كان يدعو. ها الحمد لله يعني. عندما كانوا يسمعون أن الشيخ رائد صلاح هون، نعم، كيف كان يتلقوا الخبر؟ الله يجزيهم الخير، يعني كانوا يتحدثون كلمات يعني ثقيلة كنت لا أتحملها، وكنت أقولهم يا جماعة تبالغون في الحديث، أنا أقل بذلك، أقل من ذلك بكثير، وأنتم رايحين يا جماعة، أنا خادمكم، وهذا الذي أتمنى أن أموت خادم، أحافظ على الحق وأنصر الحق حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. كانوا دائما يطمعون أن نتناصح في مواعظ، وكان هذا يعني كان هذا نصيحة إلي قبل أن يكون نصيحة له. نعم. يعني على سبيل المثال كنا نقرأ بعض الفقرات من كتاب الرسالة الكشيري ونجتهد أن نشرح المعاني ونستمع إلى بعضهم أيضا حول تحليلاته لهذه الأقوال من الرسالة الكشيرية. يعني كانت أوقات روحانية ربانية فعلا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. شيخنا، السياسيين لهم أثر بلا شك وهم متفاعلين مع نفس البيئة، لكن في العزل تلتقي أيضا مع الجنائيين. طبعا. هل لك من قصة أو قصة قصص معهم؟ قصص مع الجنائيين. نعم. أولا أود أن أقول لك شيء ملفت للانتباه بإجماع كل الأسرى السياسيين، الأسرى الجنائيون الدرع الحامي للأسرى السياسيين، الكريم الشهم صاحب الفتوة للأسرى السياسيين في كل المواقف دون استثناء. شيء عجيب يلفت الانتباه، بما أنه الأسير السياسي ممنوع أن يستخدم الهاتف للاتصال بأهله، الأسير الجنائي مسموح له، فكانت قناة الاتصال حلقة الوصل. تمام، حلقة الوصل بين الأسير السياسي وأهله الأسير الجنائي، وكان الأسرى الجنائيون يقومون بهذا الدور بمحبة. يعني أنا عندما كنت في السجون المختلفة كان بعض الأسرى الجنائيين يصرفوا ساعات من وقته وهو يتصل لفلان ينقل إلى أهل التحيات ويطمئنهم على وضعه وينتقل للأسير الثاني، الأسير الثالث، ممكن تمضي ساعة ساعتين ينادي أسير سياسي لو سمحت في إمكانية على راسه عليه، كان يتحدث بدون توقف، دون توقف، بفرح، بمحبة حقيقة. إلى جانب ذلك كان في أسير جنائي كان في سجن رمون، على فكرة نظام سجن رمون غرف العزل مقسومة إلى مجموعتين من 1 إلى 5 لوحدها جدار يعزل عن القسم الثاني من 6 إلى 10، أنا كنت في القسم الثاني من 6 إلى 10 في سجين جنائي في القسم الأول من 1 إلى 5، فكان يسمع صوتي، كنت أسمع صوته، كان صوته جميل، كان يؤذن في بعض الحالات، فعلا صوته عذب جدا، وأذانه أذان مؤثر في خشوع. فيوم من الأيام قرر بده يصافحني، طب كيف بده يصافحني؟ هو في قسم وأنا في قسم آخر، قرر بده يصافحني. فكانوا مرة ماخذينه على العيادة من يمين ويساره في ضابط وسجان. فمشى معهم ما شاء الله عنه حتى وصل للمدخل اللي يقود إلى القسم تبعي. لما وصل المدخل جرى باتجاهي، جرى يركض باتجاهي، لحقوه، وجي لحقوه، جرى باتجاهي، وقف على باب غرفتي ومد إصبعه من أحد ثقوب الباب وصافحني، وشو انبسط.
ما شاء الله عنه، على هذا الفعل حكموا عليه عقوبة 50 يوم، ممنوع زيارات، ممنوع يشتري من دكان السجن، ممنوع ممنوع ممنوع. كان الحمد لله يعني تلقى تلك العقوبة بفرح كبير، الحمد لله رب العالمين. شيخ، لعلنا يعني نختم بهذه الجزئية من داخل الزنزانة، في فترتين في عمر الاعتقال، العيد ورمضان، يعني لهما خصوصية لدى الأسير وخصوصية كبيرة. عندما يكون العزل على الأسير في عيده وفي رمضانه، كيف كنتوا تتعايشوا مع العزل في هذه الأجواء؟ الحقيقة يجب أن تقال أن الأسير السياسي في العزل عندما يأتي العيد يعيش أيام حزن شديدة، لا شك في ذلك. وأنا أقول لك عن نفسي، لا أريد أن أتحدث عن غيري، في أحد أيام العيد عندما استيقظت، وأنا أعرف هذا أول يوم العيد، حقيقة سالت دموعي. الأسير لا يملك قلب من حجر، الحمد لله هو إنسان له عواطف، له مشاعر، له حنين. أنا سالت دموعي في أول يوم من أيام العيد، تصورت البيت، تصورت الأم، تصورت الزوجة، تصورت الأولاد، فلا شك يعني الدموع تملكك ولا تملكها، لا تستأذنك، بالذات في تلك المواقف. وأنا متأكد يعني هذا حال كثير من الأسرى السياسيين. في رمضان، مشاعر رمضان قريبة من هي المشاعر اللي كانت في يوم العيد، ما في شك، بالذات يعني عند ساعة الإفطار، ساعات الإفطار والسحور، لا شك يعني هناك تولد عاطفة رأسا تربطك مع بيتك، تربطك مع بلدك، تربطك مع المساجد، أين كنت تصلي الفجر أو التراويح، أين كنت تتناول التمر والماء قبل موعد الأذان في أحد المساجد، ثم تصلون المغرب ثم تعودون إلى البيوت. هاي كانت يعني تمر على الأسير كأنها يعني فيلم وثائقي، ما في شك في ذلك، وهي مؤثرة. هل كانت تؤلمه؟ طبعا تؤلمه، ولكن لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام القاعدة الإنسانية المتوازنة اللي تقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الله. أصلا يعني قيمة الأسير السياسي وقيمة صموده أنه مع هاي العاطفة هو صامد، وهنا قيمته، وإلا لو كان بدون عاطفة معناه صموده صمود آلي، صمود قاسي كالحجر، وهذا ملوش قيمة. شيخ، يعني هذا جانب طويل ويحتاج إلى حلقة طويلة. تمام. لكن أردت شيخ أن أسأل أيضا سؤال في العمق. السجان يغيظ حالة التفاعل ويحاول أن يخلق حالة من التوتر دائما في الزنازين خلال التفتيش وغيره. علاقتك مع السجانين كيف كانوا ينظرون إليك ويتعاملون معك؟ هاي يعني قضية يعني تحتاج إلى حديث يعني مستفيض فعلا، لأنه فيها تشعبات كثيرة جدا. أنا أقول كالتالي، أنا متأكد كانوا يخافوا على السجانين منك. السجان له درجات. نعم، حقيقة السجان له درجات. السجان العادي، الضابط اللي يشرف على قسم العزل بحكم مهمته هو موكل بالإشراف فقط على قسم العزل، ضابط أعلى منه اللي يقوم بجولات العد اللي احنا بنسميه كذا مرة في كل يوم، وفي اللي هم
النواة اللي هي تقود كل السجن من ضباط ورئيس السجن، وفي أعلى منهم مديرية السجون، كلها مراتب. أنا من تجربتي وجدت إنه في فرق كبير جدا في تعامل كل قطاع من هاي القطاعات معنا، معي ومع غيري طبعا، كيف كنت أنا أشاهد وأسمع. نبدأ في السجان العادي. السجان العادي في فترة ما كنا ننجح إن نصنع معاه لغة تفاهم حقيقة، ما كان يتأخر في تلبية طلبات الأسير السياسي، بغض النظر عن الأسير السياسي ومدة محكوميته وخلفية محكوميته، كان السجان العادي يعني عنده الاستعداد يلبي كل الطلبات حقيقة. أبعد من ذلك، يعني بدي أعطيك مثال يلفت الانتباه. كان في هناك سجان أثيوبي، في أحد المرات البلاطة الكهربائية تخرب اللي كنت أطبخ عليها خربت، فناديته قلت له صارت مشكلة في البلاطة الكهربائية، إذا تستطيع أنك أنت تصلح ليها. فسبحان الله بقول لي هاتها، فعلا بدي أخذها حتى يصلحها. فجاء ضابط قال له لا رجعها، بيقدر يشتري بلاطة ثانية، فهذاك لا يستطيع أن يخالف. أعطاني إياها الشرطي الأثيوبي، السجان الأثيوبي، أخذتها أنا ما تأثرت حقيقة، جو معروف شو هو. بعد ذلك خرجت إلى الساحة للتريض اليومي ثم عدت. سبحان الله جربت البلاطة مرة ثانية اشتغلت، وظلت تشتغل على فكرة، وظلت تشتغل وخرجت من السجن والحمد لله رب العالمين، يعني ظلت تشتغل ممتازة ما شاء الله عنها. فشو أنا بقول للسجان الأثيوبي؟ بقول له فحصت البلاطة الآن وجدتها بتشتغل. فقال لي، أقول لك قال لي هيك بانفعال وفرح، قال لي أنت الله معك، الله معك أنت. فهذا مثلا وجدت مثال للحظة ما أنت تستطيع أنك إيش تبني علاقة فيها معادلة البعد الإنساني محفوظة من كلا الطرفين. هذا السجان الأثيوبي لما عرف أنه بدي أنتقل من سجنه لسجن آخر قبل ما أروح، أجا ودعني، تمنى لي مستقبل ما شاء الله. فهذا نموذج لكثير من السجانين، بقدر أقول إلا ما نظر وشذ، السجان العادي في المرتبة هاي العادية البسيطة يحمل هذا التوجه اتجاه الأسير السياسي بشكل عام، إلا ما نظر قد يكون شواذ. جملة بدي أقولها حقيقة، يعني بدي أقولها حفاظا على الموضوعية، يعني حتى لا أكون يعني أغيب الموضوعية. بشكل خاص السجان اللي من بني معروف اللي هو من المجتمع الدرزي حقيقة أيضا يحمل هذا التوجه أكثر وأصفى من السجانين الآخرين. كانوا يتعاملون معك بإيجابية؟ معي ومع غيري، مع كل الأسرى بدون استثناء، الأسرى السياسيين المعزولين والأسرى الجنائيين المعزولين حقيقة. هسا إذا بدك ترتفع درجة ثانية تيجي على الضباط اللي هو الضابط المشرف عليك مباشرة، مثلا في أحد أقسام العزل سألني الضابط اللي مشرف علينا قال لي أنت عليش محكوم؟ فبقول له باختصار، بقول له أنت تصور نفسك حضرت جنازة واحد من الأموات في بلدكم، وأنت دعيت دعاء وفق المفاهيم الدينية تبعتكم، وبسبب ذلك أجوا اعتقلوك في منتصف الليل، شو شعورك؟ بقول له تصور أنت لو أخذت كتابكم اللي معروف باسم التوراة وقرأت منه فقرات وبناء عليها اتهموك وجروك للتحقيق ووجهوا لك تهمي، بقول له أنا
باختصار هاي ملفي. بقول له بدك تتأكد؟ سهل جدا، ارجع على موقع المحاكم، افحص ملفي، اقرأ حوارات التحقيق معي في المحكمة، ستستنتج لحالك. فعلا حقيقة أقولها، مرة أخرى أقولها للموضوعية الآن. بعد فترة نمط تعامله تغير معي، حقيقة تغير. بعد فترة شو بقول لي؟ بقول لي أنا بتمنى إنه في اليوم اللي أنت بدك تخرج من السجن أنا اللي أخرجك من السجن، حقيقة يعني. فبتصير مثل هاي. نعم. الشيخ. المواقف يعني. نعم. وين المشكلة؟ رأس الهرم في غلظة، في غرور، في محاولات قهر للأسير، إذلاله، الانتقام منه. هاي سياسي مفروضة 100% من اللي بسموهم القيادات العليا. ومارسوا ذلك طبعا حتى الدقيقة الأخيرة، مارسوا ذلك علي. نعم. يعني شيخ، يعني الحديث يطول، لكن متابعينا الكرام سننتقل إلى شق آخر، وهو البعد السياسي وكيف فكر الشيخ بخلاصات التغيرات السياسية الناشئة من تطبيع وغيره. فاصل ونواصل. متابعينا الكرام أهلا بكم من جديد. نعود لحوار الشيخ رائد صلاح حول الواقع في الأراضي الفلسطينية. شيخ مرتبط بموعد آخر في النقب، وأيضا سنبدأ من هذه البوابة النقب تحديدا. شيخ تحدثنا عن محطات الاعتقال المختلفة، وبكلمات إذا أجزت لنا، وخاصة نعرف أنه لديك كانت مشاريع. الشيخ رائد صلاح كان يفكر يكتب، وكان يحاول دائما أن يؤطر رؤيته، مراجعات سابقة. نبدأ بعناوين، وأتمنى أن تكون الإجابات يعني مقتضبة لضيق الوقت. الحركة الإسلامية حظرت، والآن هناك ملاحقة. لو قيمتم، وأكيد في الزنزانة أخذتم وقتا طويلا، هل وجدتم بأن استحقاق الحظر كان بالإمكان تفاديه؟ من المستحيل. من المستحيل، لأن معناه تفادي الحظر التنازل عن الثوابت. نعم. والتنازل عن الثوابت معناه انتحار في المفهوم الديني وفي المفهوم الوطني، والانتحار حرام. موقفنا كان واضح تماما كما قال سيدنا يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إحنا قلنا: ربي الحظر أحب إلي مما يدعونني إليه، ما في بديل آخر. شيخ رائد صلاح، الآن تعرف وأنت في المعتقل، الشق الجنوبي في الحركة الإسلامية دخل الحكومة الإسرائيلية، وكان في ظل وجودك، وهناك تصريحات لافتة ويدور حولها نقاش كبير من راعم تحديدا. كيف تقيم هذه التجربة وفي أي سياقات تضعها؟ الحقيقة هذه التجربة تمثل منزلق خطير، وله دلالات الخطيرة التي بدأنا نشعر فيها، وباتت تصدم الجميع على صعيد كل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني وحتى على صعيد أعم من ذلك. وبدأ يتبين لدينا ولكل المراقبين أن دخول هذا الائتلاف يعني استدراج من دخلوا هذه العثرة المؤسفة إلى مبدأ المقايضة، بمعنى أن الائتلاف يعرض عليه بعض حقوق مادية مقابل مواقف أو تصريحات فيها دلالات تصادم ثوابتنا 100%. يعني في الوقت اللي
الدكتور منصور عباس قال قوله اللي وافق فيه رواية يهودية الدولة، هذا شيء واضح يصادم ثوابتنا الوطنية 100%. في الوقت اللي الدكتور منصور عباس صرح بشكل واضح وقال إنه يوافق على أن المجتمع الإسرائيلي يصلي عند حائط البراك، هذا مصادم جدا للثوابت الدينية. لا بل أنا شخصيا لم أعرف في كل تاريخنا الإسلامي والعربي أي إنسان تجرأ أن يقول مثل هذا القول. فالحقيقة الأمر محزن، مؤلم، مؤسف. أتمنى على الإخوة في القائمة الموحدة أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا إلى قواعدنا. هل تحدث مع أحد منهم؟ حديث مع الممثلين في الكنيسة حقيقة لم أتحدث، ولكن عندي توجه أني أتحدث في يوم من الأيام، وأتمنى أن يكون قريب. اجتهدت أني أكتب بمنطق أنا سميته أدب النقد، كتبت ولازلت أكتب في هذا التوجه. موقفي في هذا الموضوع أدب النقد هو من جملتين. الجملة الأولى أن القائمة المشتركة اللي تعثرت قبل القائمة الموحدة عندما أوصت على جانس رئيس الحكومة، ثم جاءت القائمة الموحدة وأكملت خطوة أبعد وأكثر تعثراً عندما دخلت الائتلاف الحكومي. أنا بقول كلا هاتين القائمتين ليست معصومة، معنى ذلك يجب إيش؟ أن يتسع صدرها لنقد الآخر. الآخر يجب أن ينتقدها ويحافظ على أدب النقد، لا للتكفير، لا للتخوين، لا للتجريح. هاي أحد الأسس اللي أنا مآمن فيها الآن اللي يجب أن تحكمنا في الداخل الفلسطيني. شيء ثاني مهم جدا أنه عندما ننتقد بعضنا وفق القواعد اللي أنا أتمناها على الجميع، يجب أن نحرص ألا ندخل في لعبة السيد. لعبة السيد مصطلح معروف مع تاريخ الاستعمار الطويل الطويل. نجد الاستعمار البريطاني والفرنسي والأمريكي والروسي والإيطالي، كلها عقلية واحدة حاولت أنها تنقل الصراع ما بينها وبين الشعوب المظلومة المطحونة إلى صراع داخلي ما بين هاي الشعوب. يعني هل ترى شيخ أن التفتيت الخطر، أما أن السلوك والمنهج وتحولات تحدث في الداخل باتجاه دمج المجتمع الفلسطيني بحكومة احتلال؟ الاثنان يسيران جنبا إلى جنب. هناك محاولة جذب المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وتذويبه في دائرة الأسرلي، هذا واضح. في هناك اتجاه ثاني اللي هو يعني ويجب ألا نقع فيه، اللي مرة أخرى أقول عرف في تاريخ الاستعمار بمصطلح لعبة السيد، إنه تحرص المؤسسة أن تنقل الصراع بينها كمؤسسة ظالمة وبيننا كمجتمع مظلوم إلى الجبهة الداخلية، إلى الجبهة الداخلية، إلى صراع داخلي بين نفس المظلومين. وهذا يبدو شيخ بده ينقلنا للسؤال الثاني إذا سمحت لي. تفضل. وأنت في داخل معتقل الدكتور سليمان غبارية تعرض لمحاولة قتل بينة، أبو نجم أيضا تعرض وارتقى يعني شهيدا للظلم، وعمليات القتل والثأر في داخل المجتمع الفلسطيني كبيرة، ولعل المجتمع الفلسطيني أينما توجهه يبكي بكاء كبيرا على الداخل. شيخ هذا الموضوع كيف تراه، وما هو التوجه القادم في هذا الموضوع؟ مأساة العنف في الداخل الفلسطيني لم تأتي من فراغ. في الأصل شعبنا طيب، ممتاز، محب، كريم، مضياف، هيك كل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني. فجأة انفجر هذا العنف في داخله. في تصوري المؤسسة الإسرائيلية
أمام هذا العنف كان واضح منهج تعاملها، غض الطرف عن نفس مأساة العنف، غض الطرف عن انتشار السلاح الأعمى بجنون بمئات آلاف قطع السلاح حتى أصبح يحمل الصغير والكبير، غض الطرف عن نفس المجرمين وعدم تنفيذ سياسة الردع المطلوبة. هذا الموقف من طرف المؤسسة الإسرائيلية ما في شك ضاعف من استفحال العنف في الداخل. واضح جدا من ضمن الأهداف من وراء كل ذلك، مرة أخرى أقول، هي دفعنا كي نغرق في لعبة السيد، صراع داخلي بين نفس المظلومين، والمؤسسة تقف موقف المتفرج من بعيد. فالقضية مصيرية، القضية مصيرية. رحمة الله عليه أبو نجم قتل في يافا، وكتبت قصيدة رثيته فيها وسأهديها إلى أهله بعد أيام إن شاء الله تعالى. دكتور سليمان كانت محاولة لقتله، أيضا كتبت فيه قصيدة يعني اللي ذكرت الحمد لله شخصيته ومآثره. القضية مصيرية بكل معنى الكلمة، ولذلك نحن الآن بدينا نجدد مسيرتنا اللي بدينا فيها قبل ما أدخل السجن، يعني قبل حوالي 5 سنين تقريبا بدينا في مشروع سميناه لجان إفشاء السلام. والآن من جديد بعد أن من الله علي وخرجت من السجن بدينا إحياء لجان إفشاء السلام ومهماتها، على أمل أن نشق الطريق نحو استراتيجية ميدانية. مرة أخرى أؤكد على الكلمة، نحو استراتيجية ميدانية عملية لعلاج ظاهرة العنف. أنا أقول كالتالي بجمل مختصرة إن شاء الله، لجان إفشاء السلام ستقوم على ما يلي: أولاً المهمة الوقائية، ثانياً المهمة العلاجية، ثالثاً ستضغط على السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني كي تكون هي أداة ضغط على المؤسسة الرسمية اللي بيدها أداة الردع، هي اللي يجب أن تقوم في الردع. إحنا بنمشي على هاي الاتجاهات في لجان إفشاء السلام. الحمد لله بدينا، بدت لي جولات في كل بلاد لإقامة أو تجديد نشاط لجان إفشاء السلام الموجودة، والحمد لله سيكون هناك لنا كثير من المشاريع في الأيام القريبة جدا. نعم شيخ، هل ترى بأنه القضية غض طرف أم أن هناك توجيه من المؤسسة الإسرائيلية؟ يعني اختيار أبو نجم على سبيل المثال، دكتور سليمان غبرية، بعض المواطن التي فيها كان نوع زي أم الفحم، أم النور، كانت هناك روابط اجتماعية عميقة وقوية في داخل المجتمع، مناطق الشمال، هذا الشريط الشمال الذي يعد الأكثر حضورا، في منطقة أيضا رأس الشمال، منطقة الناصرة وغيرها من المناطق، ألا ترى بأن هناك لا عملية توجيه واستهداف؟ هل هذا ما يتحدث به المواطن في الداخل المحتل، ولا القضية تتعلق بأنه خليهم يأكلوا لحم بعض بين قوسين؟ أنا يعني لم يمضي على خروجي من السجن سوى شهر ونيف كما يقال، سمعت الكثير، لا أقول يعني سمعت بما يسمى الإشاعات، لا، أنا لا أبني أي موقف على الإشاعات، ولكن سمعت من أصحاب مسؤوليات رأي. تمام، مؤكد، سمعت من أصحاب مسؤوليات في مجتمعنا في الداخل الفلسطيني حقيقة ما استوقفني. سمعت ما يقول إن الأضرع الأمنية الإسرائيلية في لحظات ما كانت على علم أن بعض الجرائم ستقع وكان بإمكانها أن تمنعها. سمعت أن هاي الأضرع إلى الآن تعلم عن بعض الجرائم، من نفذها ولا يزال طليق خارج السجن، وهاي الجرائم قد تكون أودت بحياة فلان في أم الفحم أو في الناصري أو في يافا أو في أي مكان آخر. هذا يقول الشيء الكثير، هذا يقول أن هاي الأضرع
اللي كان من الواجب وفق الرسميات وفق المفهوم الرسمي الجاف اللي كان من الواجب أن تقوم بمهمة الردع لم تقم بمهمة الردع، لأن سياستها كانت ألا تقوم بمهمة الردع. نعم. شيخ، أنا لأنه الوقت أزف والآن لدينا المسجد الأقصى وما جري في القدس وتبعتم حي الشيخ جراح والتداعيات التي حدثت وأيضا مواقف التطبيع، إذا تحدثنا عن سياج الوطن بشكل عام والحالة الوطنية والدينية والأخلاقية المتمثلة بالقدس والمسجد الأقصى والعرب ماذا يفعلون الآن في المقاربات، وأنت تنظر في حالة العزل والخلوة والتفكير، أين وجدت كل هذه الروابط؟ يعني مرة أخرى أقول هاي الحالة التي نعيشها كما هي بوصفها الحياة اليومي حالة مأساوية، حالة اللي في ظاهر الأمر قد تحدث إحباط وقد تقول إن الطريق مسدود ولا يوجد أمل والواقع يزداد سوء على سوء. هاي القراءة الأولى على صعيد فلسطيني قد تجد هذه القراءة مع شديد الأسف، وعلى صعيد العرب وعلى صعيد الأمة الإسلامية. بس أنا أخرى مرة أقول مع ذلك أنا متفائل، لا أقول ذلك من باب بيع الكلام لا سمح الله، لا ولا نحت الشعارات. أنا متفائل لسبب بسيط، لأنه العنصر الأساس اللي يحافظ على وجودنا وعلى قابليتنا أن ننهض وأن نجدد دورنا الذي كان مرة من المرات في تاريخنا وحضارتنا الإسلامية العربية لا يزال بين إيدينا، وهو الثوابت الإسلامية العروبية الفلسطينية. الضمير الحي اللي كان في صدور الأمة المسلمة والعالم العربي على مدار تاريخنا وحضارتنا لا يزال هذا الضمير الحي موجود. نعم قد تكون حالات مرضية، قد تكون هناك حالات إرهاب وقهر من أنظمة من حكام، قد يعيش الناس في حالات خوف، هذا كله وارد واقع الآن. بس مع ذلك ما دامت هذه الثوابت موجودة، ما دام هذا الضمير الحي في صدور الأمة لا يزال موجود، أنا على يقين أن المستقبل لثوابتنا وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بإذن الله رب العالمين بما يتعلق بالقدس المبارك، بالمسجد الأقصى المبارك، بالحق الفلسطيني، بحق الشعوب العربية أن تقرر مصيرها، بحق الشعوب المسلمة أن تتحد كأمة واحدة بدون حواجز مصطنعة وبدون جغرافيات فرضها علينا المستعمر في يوم من الأيام. أنا على يقين أننا سنصل إلى هذه المرحلة، سيما وهذا أمر مهم جدا أننا نجد مصداق ذلك في مبشرات القرآن الكريم ومبشرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ، السؤال الأخير وهنا يعني وهما سؤالين مرتبطين ببعض. النقب الآن تحت الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة، شاهدنا صور مفزعة لأهلنا في النقب وأنت بعد قليل ستتجه إلى هناك. المخطط الذي يحدث الآن، انتقل الاحتلال من مرحلة الوعيد والعمل الهادئ إلى الانتشارية، وكأن العراقيب الآن أصبحت كل تجمع فلسطيني في النقب. تمام. تشخيصكم لهذا الحادث؟ يعني الذي يمارس على النقب هو الآن شيء يعني في المفاهيم المادية مرعب، حقيقة مرعب جدا. يعني نجد أن إعلام المؤسسة الإسرائيلية الرسمي يحاول أن يشيطن أهل النقب، يحاول أن يصورهم كأنهم مجموعة من الإرهابيين الفوضويين العنيفين أصحاب سرقات وأصحاب أذى وما إلى ذلك وانتشار سلاح وما إلى ذلك. كثير ما كنت أسمع هاي اللهجة وأنا في داخل قسم العزل عبر نشرات الأخبار المختلفة في القنوات العبرية.
في محاولة شيطنة وكأنه نزع شرعية حق أهل النقب أن يبقوا في أرضهم. لاحظ شرع هاي، نزع هاي الشرعية. في إلى جانب ذلك الآن هناك محاولة إيش؟ تطهير عرقي بكل معنى الكلمة لأهل النقب، تطهير عرقي من أرضهم. هو الواحد من أهلنا في النقب لما هو ساكن وين ما هو ساكن الآن، كأهلنا قبيلة الأطرش أو غيرهم أو الشيخ صياح أو غيرهم، هو ساكن في أرضه اللي تمتد إلى أبيه وجده وجد جده، وكل هاي المئات الدنمات كانت ولا تزال حق له. الآن السياسة اللي ماشي الآن تطهير عرقي ألا يبقى هذا الإنسان في أرضه، وعملية حشر أهل النقب في مجموعة كنتونات أطلق عليها الأسماء اللي معروف الآن كمدن، والإبقاء على أهل النقب في هاي المدن اللي هي كنتونات لخنق وحصر امتداد النقب لتفريغ الأرض منهم ووضع اليد عليها والسعي إلى إقامة المستوطنات اليهودية المختلفة على هذه الأراضي، أو تحريشها بحجة تحريش وما إلى ذلك من المصطلحات التي بتنا نسمعها في الإعلام العبري طوال الوقت. هذا أدى إلى عملية إلحاق الأذى بأهل النقب، هدم البيوت. بكلمات ماذا تقول الشيخ لأهل النقب؟ أنا أقول لأهل النقب أنتم مدرسة صمود، نتعلم منكم، وبإذن الله رب العالمين نحن معكم في موقف الصمود الذي هو حق شرعي لكم، أنتم ستكونون المنتصر في موقفكم بإذن الله تعالى. أشكرك شيخ رائد صلاح على سعة الصدر ويعني تقريبا ساعتين من النقاش أو أقل من ذلك حول الواقع وما جرى في الاعتقال وما جرى أيضا من ملفات حديث حولها فلسطينيا. متابعينا الكرام، أشكر لكم منصول على هذه المتابعة. كنا نود أن يستمر اللقاءات حتى يعني تتضح المعالم الكثيرة التي في كنف الشيخ وفي حضوره وأيضا في أفكاره، لكن هي كما نعدكم إن شاء الله بوعد الشيخ لنا ستكون لقاءات متكررة في أكثر من زاوية حتى نتابع السنوات التي مضت 4 سنين من التغييب ومحاولة التغييب والملاحقة ويزيد عن ذلك. لكن كما قلنا دائما بأن هذه النفس وهذه الروح ما ملت من العطاء. إلى لقاء.